عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما على قناة الشعب، قناة شوف تيفي. كيف كتشاهدوا في هذه الأثناء؟ الأمن كيدخل على خط داك المجموعة ديال السياح اللي جاو هنا بمحيط مسجد الحسن الثاني من أجل التقاط صور و تذكارية، محملين بهواتف نقالة باهظة الثمن وآلات تصوير باهظة الثمن كذلك. الأمن كيدخل هنا من أجل الحماية ديالهم وباش أنهم يتمكنوا من التقاط الصور وأخذ الراحة ديالهم، يعني هنا بمحيط مسجد الحسن الثاني من مدينة الدار البيضاء. عدد من رجال الأمن خصوصا فرقة التراجين كيتواجدوا في هذه الأثناء بمحيط تواجد هذه المجموعة من السائحين والسائحات الأجانب اللي ربما كينتميو إلى إحدى الدول الآسيوية. كما كتشوفوا هذه الحافلة اللي جابتهم رجال الأمن، هاهما فين واقفين، كتشوفوهم بالصدريات ديال رجال الأمن الوطني. هما مجموعة من السائحين اللي مرفقين بعدد من آلات التصوير كيقوموا بتصوير مسجد أو المعلمة الدينية بمدينة الدار البيضاء، مسجد الحسن الثاني. وسط الصورة تشوفوا التواجد ديال العناصر الأمنية. وتعزيزات أمنية أخرى تصل إلى المكان ديال التواجد ديال هذا الفريق السياحي. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.